سلام عليكم حبيبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض وصفه لترطيب وتقشير الشفايف، وكمان هننفخهم نفخه بسيطه كده البنات اللي بيحبوا يبقى شفايفهم فيها فوليوم بسيط. النهارده ان شاء الله نعمل وصفه سهله جدا ومش مكلفه وموجوده عندنا في البيت. ما تنسوش قبل ما نبدا الفيديو تديني اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا علامه الجرس. ويلا بقى بينا نبدا الفيديو. هناخد يدوبك نص معلقه سكر صغيره، سواء سكر ابيض او سكر بني، كمان حاجة بسيطة من القرفة، حاجة بسيطة كده البنات اللي بتحسسوا منها بلاها منها، يعني يدوبك برضك ربع معلقة. انا استخدمت النوع ده ومتأيدوش بأي نوع انا بستخدمه. وبعد كده هستخدم جيلي صبار، لو مش متاح عندك جيلي صبار ومتاح عندك الفيتامين اي استخدميه، ده انا بستخدمه عشان يدينا ترطيب. فانا برضك خدت يعتبر نص معلقه صغيره. وكمان هحط لون طعام احمر او بينك عشان يدينا شفايف ورديه، يا دوبك بس نقطه صغيره جدا ما تكتروش، حاجه بسيطه. لو ما عندكوش ده استخدموا اللي هو عكر الفاسحه حاجه زي كده، او اللي هو اسمه دم غزال. وبعد كده هقلبهم وهشوف لو محتاجين جل تاني احط، لو مش محتاجين خلاص ما تكتروش من الحاجه، لان استخدام شخص واحد انا بس. لو طبعا انتوا فردين اخواتي وكده او صحاب كتروا يعني ضعفوا الكميه، انا طبعا انا بس اللي بعمل فانا مش هضاعف. طبعا الكميه انتوا ممكن تضعفوها وتشيلوها في الثلاجه مش بتبوظ ولا اي حاجه اهي. وهي تحطوها طبعا على شفايفكم طبعا بالراحه، ما تجرحوش الشفايف عشان الشفايف لو اتجرحت يبقى منظرها مش حلو. بالراحه كده حركات دائريه كده لمده بس 5 دقائق او 3 دقائق، حركات بسيطه بلاش تدوسوا جامد على الشفايف عشان ما تتجرحش. خلاص احنا كده خلصنا التقشير بتاع الشفايف، بتشيليها تمام. وبعد كده بتغسلوا شفايفكوا عادي جدا، وبعد كده بترطبي بالمرطب اللي انتي حابه. بس كده الوصفة سهلة جدا ومش مكلفة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفة. عايزاكم تجربوها وتكتبولها في الكومنتات. وكمان الوصفة دي ممكن كمان تجربوها على كعب الرجل، عشان لو كعب الرجل عندك متقشر وكمان عايز تديله ترطيب ولون هيبقى حلو جدا معاكي. يا رب اكون افدتك في الفيديو، ولو انت استفدتي فعلا ابعتيلي كل اصحابك عشان هما كمان يستفادوا. وما تنسيش اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي علامة الجرس. يلا في امان الله، السلام عليكم.